Welcome على حلقة جديدة ب From LA to Beirut. معي أنا ريتا سائلة من Los Angeles وزميلي جهاد سائلة من بيروت. اليوم عنا guest كتير مهضوم ونعرف بالكوميدي, ومثل العادة لح أترك جهاد يخبركن عنه ويقلكن مين معنا ونتعرف عليه. سو هاي جهاد. هاي ريتا, يسعد لي أوقاتك وكل المشاهدين واللي عم يسمعونا. أهلا وسهلا فيكم مع حلقة جديدة من برنامج From LA to Beirut. اليوم مثل ما ذكرت ريتا, ضيفنا هو ممثل كتير مبدع بالأدوار الكوميدية, لأنه الإنسان اللي بيقدر يضحك هو أصعب من الإنسان اللي بيقدر يبكي. بس هذا كمان ما بيمنع أنه كمان أبدع بالأدوار الدرامية ومؤخرا بالهيبة, حيث نسينا شخصية وجيه اللي منحبها كتير اللي ضحكتنا من قلبنا. مبدع بالدراما, مبدع بالكوميدي, وهو أكيد الممثل المحبوب والمتواضع جدا نزيه يوسف. أهلا وسهلا فيك خيي نزيه. تحيات حبيب القلب, مرسي على المقدمة السلسة, وتشرفنا دوموزيل ريتا من أمريكا. أنا مبسوط بالقعدة معكم, رغم أنه هلأ مش بلشين, إحنا بدنا نخبر المشاهدين أنه قلنا شيء ربع ساعة بنعرف بعض. بس كانت ربع ساعة حلوة عن جد. إيه أكيد, كأنه نعرفكم من 100 سنة. Exactly. الله يخليك, شكرا. So thank you أول شيء لأنك معنا. وأنا وجهة عادة منحب نبلش البرنامج بسؤال للضيف, ما بعرف إذا عادة مين سأل, بس نحنا منعرف كيف نحنا الناس أو الجمهور شو بيقول عنك. بس بدي أسألك أنت كيف بتشوف حالك؟ تصور يعني رفع الكلفة, هي أكتر صفة بحبها بنفسي, إنه برفع الكلفة مع كل العالم. يعني الناس اللي عندهم مراكز كبيرة بحكي معهم مثل حيلا حدا من عن الطريق, مش بقلة احترام, بالعكس بحترم الكبير كما بحترم الصغير, بحترم الفقير بحترم الغني, ومن دون أي تكلف. هذا اللي بقصده أنا, مشان هيك أنا مبسوط بحالي. واللي بيقبلني هيك منيح, ما بيقبلني كمان منيح, لأنه في ناس معودين كتير بتكوني متكلفة معهم لينبسطوا منك. بالعكس العالم عشان هيك بتحبك خي نزيه, لأنك قريب من القلب ومتواضع وطبيعي, يعني ما عندك العقد الموجودة عند البعض. حبيب القلب, وانتو هيك كمان, لأن دغري حبيتكم, بس حب الشخص دغري ما يتهوي هيك. خي thank you. حبيتك من الأول. هذي إذا بدك أحكي عن حالي باختصار, هذي الشغلة اللي بحبها بنفسي. في عن جد شغلة كتير حلوة, لأنه كنت انت شوي لمحت على العالم اللي بيحبوا انه يكونوا لايك الفخفخه او يقولوا لهم انه انت مهم او هذا هيك شيء. بس هي بعتقد هيدي بتكون مشكله نفسيه عند الشخص. يعني الواحد اللي ما انه عارف قيمته بصير يفتش على كيف الناس بتقيمه او بتحب تشوفه, بصير يعمل انه الناس كيف بتحب تشوفه ليعمل هو هيك. صح؟ صحيح. يا وأنا برأيي هذه الطريقة المضبوطة, الطريقة المضبوطة اللي حكيتوا عنها أنتوا, إنه أنا حكيت عنها يعني, إنه بس إنسان يكون على سجيته على طبيعته. وفعلاً لأنه في ناس بيقولك أنا عفوي وأنا طبيعي, بيكونوا عم يفتعلوا العفوية ويفتعلوا الطبيعية, وهذا أسوأ من التصنع أو تصنع من نوع آخر. انه لا, مش ضروري انك تتكلف انه انا كثير طبيعي وكثير بسيط وعفوي وتصير تبالغ فيها, بس مجرد ما بلغنا بالاشياء يعني مش عفوي, بطلت, فقدت عفويتها وفقدت بساطتها. دخلت القفص الذهبي مؤخرا, الف مبروك. اللي السنه ب 20, نحن تجوزنا ب 20 اب. ليه العزوبية الطويلة؟ لأنه قال الأشياء السمينة بدها وقت. ألف مبروك, يعني مثل ما بقوله بالإنجليزي, later better than ever, never.
مبروك ايه خاصة بتكون النتيجة حلوة، ساعتها بتقول منيح اللي صار هيك. ألف نعم مبروك. ميرسي بيبي الله يخلي لك اياها. قديه صار عمرها؟ أدورة اسمها حبيبي. أدورة عمرها 4 شهور وأربعة أيام. شو غيرت فيك أدورة؟ قبل ما أقول لك شو غيرت فيي، لأقول لك كيف أنا كنت متوقع الأشياء وكيف صارت. أنا بحب الأولاد لا شك، وريتا بتعرف حكينا هيديك اليوم أنه أنا بشتغل مسرح الأطفال، ولو ما بحبهم ما استمريت هلا شي 15 سنة، وقبل شاغل شي 7 سنين بغير بالماريونات. بحب الصغار وبلعبهم كلهم وكل شيء، بس قبل ما أتجوز قبل ما يجيني البيبي الحلوة كنت بعتبر أنه إجا ولد أو ما إجا هي زيتها، وما كنت عندي هيك شغف أنه يكون عندي ولد لألي، عرفت كيف؟ إجت أدورة حبيت وانبسطت وكيفت وكل شيء، بس أنه في شيء من الفكرة اللي أخذها عن قبل سلف أنه أنه ما عندي هيك الشغف، ولكن عن جد يوم عن يوم كل يوم عن يوم بيزيد التعلق بالبيبي أكثر، بتصير بتعني لك أكثر، بتصير تفكر فيها أكثر، بتصير تشعل أكثر يوم عن يوم. يعني مش إنه إجا الحب هيك بجو وبقي إنه هذا هو الحب، لا عن جد شوي شوي عم بتعلق فيها أكثر. الله يخلي لك إياه. الله يحفظك. قال لا لا تصير تلعب وتمشي وتخرب أشياء بالبيت وكل هالأمور بعد. تطلع فيي تطلع فيي وبتصير جرب تحكي. عمرها 4 أيام كل ساعة. بتجرب تحكي إيه وبتبتسم وبتضحك، وأنا بنيمة أغلبية الوقت ترتاح معي أنا نيمة، يعني تنبسط أنا وعم نيمة ما بتنام إلا هيك. إذا عم تشوف. تفضل. احنا مبسوطين لك ومسرورين لهالحدث الحلو بحياتك استاذ نزيه، لانك تستاهل كل الخير حبيب القلب. كمان بدي اقول شغله بهالمجال، بلكي انتقلنا لغير شيء. لا والله عن جد بايمان عم اقولها وبصدق بتصور اني موضوعي بهالمجال، وقت اللي بقول إنه بصدق كلام جبران وقت اللي بيقول أولادكم ليسوا لكم، أولادكم أبناء الحياة. يعني أنا بحبها لبنتي، غريب الوحدة تفكر عليها أقول بنتي، بحبها مش لأنه بتعلق فيها، مش لأنه لألي، مش لأنه ملكي، مش لأنه هيدي بنتي لألي أو شيء منك أو من شخصيتك أو من دمك. بحبها لأنه هي مثل ما هي، وبحس أنه مش وفعلا هذا الشيء أنه مش ملكي، هيدي أنا بس فقط مسؤول عنها، مسؤول أقدم لها أحسن شيء ممكن. بتوين براكتس أحسن شيء مصاري، أحسن مصاري أو أحسن مدارس أو أحسن ما أعرف شو، أحسن شيء ممكن. ممكن تكون مدرسة فقيرة بعدين وتكون أحسن، لا لا يعني أنا أسعى أنه أقدم لها أحسن شيء بيلبق لها. خلينا ننتقل لموضوع تاني، إلا ما نذكر شوي الممثل نزيه يوسف ريتا. فنيا حكينا عنه، إنسانيا نحكي هلأ فنيا. ما فينا أبدا إلا ما نذكر مين فنيا، كاركتر وجيه اللي بحبوه العالم كتير كتير كتير. وين وجيه هالأيام؟ وخبرنا عن هالكاركتر بحياتك نزيه. ايه اخبر هلا انه له زمان الكاركتير موجود تلفزيون 2000 تقريبا 2001. بلشنا بالتصوير وبقي استمر كنا عم نحكي ل 2017، وبعد 2017 18 19 20 ولا 21 يعيدوا الحلقات اللي كنا مصورينهم قبل، والسيريات كنا عاملين من قبل. بقى علق هذا الكاركتير بضمير الناس المشاهدين، وخاصة عند الصغار. يعني أنا مثلا ردا على سؤالك، يعني الصغار أحيانا بيكون أهليهم بدهم يعملوا معهم جاست، بيدقوا لي حتى أحكي معهم،
اول شيء بيقولوا لي انت بتيجي تاكل عنا من تعميق بيحكوا انه انا فعلا مثل ما بنزل لعند فادي يعني هلا هني ادمانين بهالوضع انه عم يقدموا لي احسن شيء ممكن يغريني حتى اروح لعنده بقى ايه هاي بيفكروا الناس انه انا بروح باكل عند العالم بلبس عليهم كيف لقيت الشغل مع الاولاد لانه عم نحكي انه هالقد بحبوك وهالقد يعني معلقين فيك كمان بالمسرح كيف لقيت الشغل معهم لكن بتصدقي انا شاغل تقريبا كل انواع المسرح وتقريبا كل انواع التلفزيون يعني الدراما الكوميدي الفارس والمسرح كذلك الامر انا شاغل مع الرحباني باكبر مسرحيات يعني عرض بالدول العربيه واكثر مهرجانات انا شاغل بمسرح كمان مسرح الاكاديمي مع شكيب خوري وكلهم مبسوط فيهم يعني بس انا اكثر لذي اكثر فرحه من دون مبالغه اكثر محل بحس حالي فيه بحريه مطلقه وهيك لازم يحس الفنان بكل محل يعني بس اكثر محل بحس فيه هيك هو بمسرح الصغار يعني بمثل يمكن بمثل احسن محل بمثل فيه لانه هالقد مبسوط هالقد بفرح مع رديت فعل الاولاد هالقد بلعب معهم هالقد بعيشهم بسسبنس ولو كنت في محلات بكون مش كتير منيح انا ما بيكرهوني لانه بيعرفوا انه عم بلعب معهم يعني مشان هيك انا بكون كتير كتير مبسوط بهذا النوع من المسرح ولا 15 سنه مثل ما قلت لكم اذا مش اكثر كمان بتعرف في شغلة أنا لاحظت أنا عم بعمل ريسيرش شوي عن الكارير تبعك البوسترز اللي عاملينهم تبع المسرحيات تبع الأولاد عطول في عندك الأهداف موجودة على البوستر وأنا لفتنا هذا الشيء لأنه كتير كتير حلو الأهل بحبوا يعرفوا الأولاد شو رايحين يحضروا فأنا كنت حطهم ما بعرف مين عاملها البوسترز أو لأنه لقيتها كونسيستنت أنا بشتغل عليهم كلهم وطبعا في شخص اسمه مارك سعادي هو بيصمم لي البوستر والبروشور لما هنالك بس طبعا أنا بقول شو بده يكون موجود بقلبي هذا الشيء أنا تقريباً معتمد هذه السياسة أنه أنا عندي مضمون بمسرح الطفل طبعاً لازم يكون في قضية عم نقدمها وأنا هلأ أخذ الموضوع البيئي أكثر شيء كل الوقت يعني عندي شيء عن النظافة مسرحية عن النظافة مسرحية عن الغذاء الصحي مسرحية عن الأشجار عن المي عندي مؤخراً مسرحية عن التغير المناخي وصيد الحيوانات إلى ما هنالك دائما في قضية بس إلى جانب القضية لازم الشيء الأساسي للطفل اللي راح يشوفه الأساسي هو إنه بده ينبسط بده يفرح بدك تقدمي له الاستمتاع يستمتع بالمشهدية هذه أنا عندي أولوية إلى جانب الموضوع هي بقى فعلا انا بحط اهداف وانا اخذت هذا الخط من اول ما بلشت بالمسرح انه المسرحيه مش بس للترفيه مع انه هذا مطلوب جدا عند الولد انه نحن بنعمل مسرحيه يعني بدنا نقدم له ترفيه مش بس ترفيه في لازم يكون في مضمون من خلال المضمون او من خلال الترفيه لازم هالمضمون بيوصل للولد اكيد اسرع واكيد اهم مش انه نقدم له مضمون قد ما كان قوي وما عنده الترفيه ما راح يوصل له شيء برايك استاذ نزيه المسج كمان ممكن توصل من خلال الكوميديا اسرع ولا تراجيدي لك حتى من ما نفوت بلعبه المقارنه باي احسن باي اقوى باي افعل انا برايي اثنين او بالمطلق الطريقتين بيوصل ولكن الناس المشاهد ميال أكثر إن كان صغير أو كبير ميال أكثر المشاهد عم بحكي
بالمطلق، مش عم بقول لك كل الناس، بالعموم ميال للمرح، للكوميديا، للترافي، للطرفي، للضحكي. لذلك انا برايي مثل ما عم تحاول تقول انت انه او تلمح لي يقول فعلا الكوميديا بتصور ايه اسرع وتوصل المساج اذكى ما انك توصلها عن طريق التقليدي درامي. الدرامي هو تقريبا نقل الحياة مثل ما هي ولكن طبعا بطرق فنية تنقلها للناس، ولكن يمكن الأذكى يمكن الأعمى أنك هيدا الشيء ممكن تشوفه بالحياة العادي أنك تقلبه لتعمله بضحك ولكن دون أن تخسر المضمون الأساسي اللي عم تحكي عنه. هذا الأقوى. كيف بتشوف المسرح الكوميدي بلبنان؟ قبل ما أشوف المسرح الكوميدي بدي أقول أنه أنت كمان بنت مسرح. يس. عاملي ليسانس تقريبا ولا أكثر؟ أنا عامل ليسانس بالمسرح، الماجستير بالأشياء بأشياء تانية. اسم الله عليك، نسبت على القرار. Thank you, thank you. بس أكثر كنت بدي أقول لك قبل شوي أنت عم تحكي عن مسرح الأطفال، إنه أنا أهلي كانوا عطولي يخطونا على المسرحيات نحن وصغار، وحتى كان في أكيد كانوا يجوا على المدارس وقتها كنا بلبنان، بس أنا حبيت المسرح من وراهم. يعني الولاد اللي عم يحضروك هلأ في منهم اللي يكبروا يقولوا أوه ماي جاش أنا بدي يكون بهيدا المحل من ورا الأشياء اللي أنت عم بتقدمها أو مثل اللي أنت عم بتقدمها. أول شيء نحن حبيناكي كمان. Thank you. أنا ابن خيي، أنا ورطته ابن خيي ورطته. في كتير أولاد قولي أهليون أنه نصح لنا ابننا يفوت على المسرح أو ما بيفوت. في كتير أهلي. الولد أول شيء لازم يفهم شغلي، إذا كان هدفه من وراء أنه يعمل مسرح بعدين يعني يصير بالترمينال يفوت على الجامعة يعمل تياتر، إذا كان هدفه أنه الشهرة أو هدفه أنه يجمع مصاري، لأنه في كتير راكب راس الناس أنه مسرح أو التلفزيون أو السينما بتجمع كتير مصاري. هلأ في محلات بتطلع مصاري هذه الشغلة ما بقلك لا، ولكن بشيء كتير محدود يعني أعداد محدودة، مش كل الممثلين مش كل المخرجين top 1% قدرين يطلعوا مصاري وبيعملوا ثروة من وراء هذه الشغلة، ولكن في قلة قليلة بتطلع مصاري ما بقلك لا. كنت قلهم للناس إذا فكروا ابنكم إذا كان هدفه هالشغلتين المصاري أو الشهرة، أنا بنصحه يفتش على شيء هو بيحبه، يتسجل بشيء هو يحبه. إذا فايت لا يعمل هالشيء عن محبه وهو بده يفرجي مواهبه أو يفجر شيء بداخله بده يعبر عنه، ما توقفوا بطريقه، لأنه ممكن هالشخص هيدا من المستقبل، هالولد المستقبل يكون مبدع وحرام تحرمه من هالشغل. هالسيريز الحلوة اللي كبرنا عليها ورفقتنا بكل أيامنا، مرتي أنا، مرتي بنتي وأنا، عائلة على فرد ميل، هل ممكن نرجع نشوف شي ستكم قريب منها؟ لأنه بعد هلأ بس المعرض العالم تحضرها ما فيني إلك قدام، هل ممكن نشوف شي ستكم قريب منها؟ ليك معك حق، إنه هيدا قلت لك على الهوى 17 سنة مش هينة، وبعد من هلأ الناس بيحضروها بعد 20 سنة بشغف بيحضروها. إيه مع الإعادات، مع إنه إعادات يعني حتى الناس اللي حاضرين للحلقة بيرجعوا بيحضروها مرة تانية وثالثة ورابعة. صحيح. كانوا أولادي كانوا كبار على فكرة، أنا هول بعرفهم من المقربين مني، الناس اللي بتقف فيهم بالطريق، الناس يعني بتلفنوني إلى ما هنالك، يعني أنا أكيد بهذا الشيء عم بيصير. هلا هي نفس الروحية صعبة شوي لأنه في ظروف تمنع هذا الشيء، أما هلا في فادي شربل، ما بعرف إذا حكينا عن الموضوع، فادي شربل عم يعمل سيت كوم، ديجا صورنا بيلوت حلقة تجريبية وممكن قريبا تشوف النور، لأنه هذا عملناها من شي سنة ونص،
لأنه طلبت الـ ABC منه نرجع نجيب الفريق، نجمع الفريق، نحط ميزانية إلى ما هنالك لنرجع نصور الحلقات اللي نصور من أول وجديد. إن شاء الله إن شاء الله تبصرون، نحن بانتظارها 100%. في عن جد مثل بعدت كانت تحت الهواء كان عم نقول إنه في نقص بالكوميدي بلبنان، ف we need sitcoms عن جد. مش فعلا يضحك العالم، مش مين ما كان بيقدر يضحك الناس. ايه مثل ما عم تقول جهاد، صحيح من اصعب الاشياء، مش هيك الاغلبيه بيهربوا منها، مع انه صار في محاولات، ليك صار في محاولات كتير بلبنان، لا شك انه قطع من زمان عبر تاريخ التلفزيون اللبناني، قطع اشياء حلوه كتير وتنذكر. الدنيا هيك ابو سليم اكيد. ايه ابو سليم الدنيا هيك بتعتبر، مش الدنيا هيك، ايه صح الدنيا هيك انعمل شيء كوميدي. بيت خالتي انقطع مؤخرا مش من زمان كتير يعني، قطع سيت كومات علقوا باذهان الناس، بس كمان بارالل معه محاولات كتير بقت بالفشل، لانه مش سهل ابدا ابدا ابدا. واهم الكتاب بلبنان بيهربوا من المواجهه انه يعملوا شيء يبين حلو على التلفزيون، لذلك ما بيجربوا. هل هم مثل انت يعني معك حق؟ شو رايك بالفاكسين؟ انا ليكي بصراحه انا خيفان يعني، في عمي حماي يعني بير المدام انجليزي وزلم كبير، هو عايش بانجلترا، كنا عم نقول له انه هلا صار هني فين ياخذوا الفاكسين، هلا الفاكسين قلنا له انه يطول باله وما ياخذوا هلا لنشوف شو بيعطي ردات فعل او سايد افكتس هذا الدواء، انه ما تاخذوا هلا، لانه في كتير حكي جانبي انه هذا بيعمل اشياء وممكن يسبب امراض تانية مع الوقت الى ما هنالك. هو على كل حال ما سمع منا يعني، وراح اول ما اخذ اول جرعه من شي جمعتين، ثاني يوم بعد ما اخذ اول جرعه كان يحكي انجليزي صار يحكينا فرنساوي. هذه اول لا عن جد كل عمله يحكينا انجليزي. ثاني يوم يحكينا يا عمي شو هذا قلب لك اللغه، لا عم بمزح يعني، لا بس انه قد ما كان مبسوط انه اخذ، انه كان خايف كثير من الفيروس، قد ما كان مبسوط صار يحكينا فرنساوي وفتحت معه. نحن بقى هيدا من ناحيه انه نحن انا متخوف منه، قد ما بسمع جانبيا ناس ودكاتره يمكن هودي المؤامره العام ضد الشورس ولا، بس من ميل تاني انه كل هالدول ان كانت امريكا ان كانت انجلترا هو اللي عملوا فاكسان بيصنعوه، كان المانيا، ان كان الصين، إن كان روسيا، بعد في دولة أو دولتين عملت الفاكسين هيدا، إنه كل هودي العالم ومنظمة الصحة العالمية وإلى ما هنالك عم يتآمروا على شعبهم إنه بدهم يقضوا عليه للشعب، منشان هيك بتحس إنه نظرية المؤامرة هون بعيدة شوي، إنه ممكن يا خي حدا رئيس حدا منظمة معينة تتآمر، بس كل هول الدول منظمات الصحة عم بتآمر على شعوبها، لذلك أنا بحس نظرية المؤامرة هون مستبعدة. لذلك بس يجي الفاكسين على لبنان، إذا أجى الفاكسان بالفرنساوي بكون الصورة وضحت أكثر، إنه إذا في عنده مفاعيل سيئة. هلا في كمان خبر من شركة موديرنا انه موديرنا، وين دخلت لمين موديرنا؟ بامريكا، الامريكا كمان لبناني يعني صاحبها لبناني، رئيس الجمهوريه بده يقلد الاسبوع المقبل 8 من مديري وعلماء شركه موديرنا من اصل لبناني بوسام الاستحقاق الوطني، من بيناتهم دكتور من ضيعتنا هو الدكتور سعيد فرانسيس. 100% دكتور سعيد فرانسيس نشر التحية في الدكتور، كتر خيركم يا مية ومية، ميرسي كتير. في دكاترة كمان
كورونا. دكاترة نوبار أبيان، مارسيليو دمياني، شربي الهبر، فرانسوا نادر، مونيك يواكيم، جوشا سركيس، وجويس كفوري سوزا. كمان لبنانية كلهم شاركوا باللقاح. السفير اللبناني جابرييل عيسى رح يعطينا ال هلا. برافو برافو. يعني معناتها انه مش معقول يأذونا يعني. نحن لك أكترية العائلة اللي وصل دورهم أخدوا، يعني أمي أخدته، بجدي أخدوا. عن جد؟ يا هلا أخدتك أمك هلية؟ لا لك عنا بالعائلة بينسوا. شو أخدوا؟ فايزر فايزر ولا موديرنا؟ الاثنين. أمي أخدت فايزر حسب الدور يعني، وبجد مثلا اخذوا موديرنا، وماي كازنز في منهم اخذوا موديرنا. انت بكره وشوفي مين بتضايق اكثر، ايه خذي الفاكسان ثاني. انا والله بحب اخذ فايزر، اي هوب انه اي جيت فايزر، بس حسب بيقولوا 95% مضمون هيك. ايه وبتعرف كل الدكاتره اللي انا بعرفهم، لكل رفقات الدكاتره كلهم سوا اخذوه. سايد افكتس ريتا لاحظتي؟ لا يعني لا سايد افكتس like مثل ما عم يعملوا بالميمز وهودي لا، بس أكتر شيء مثلا بيقولوا لكن like انكترت الواحد بينحر شوي like على يوم. جدك حسوا بشي ولا؟ أخذوا أول واحد، هن اثنين، so أول واحد بوستر like بس بيساعد بعتقد، فما بيأثر كتير يعني، يمكن شوي بيكون في like تعديل على الإيد محل ما حطوه، بس تاني واحد بيقولوا أنه أقوى منه، واللي أخذينه رفقات اللي أخذوه they're okay like ما حسوا بشي كمان. صار فيني روحوا يجيبوا دول كمامي؟ نعم لا بدون بعدهم بدون يحطوها، سو ما فينا نظهر بليها ليكون أكترية الشعب صار أوكي. صحيح. ما فيك بقى تميز أنه هذا عمل فاكسان ده مش عمل، يمكن ما يكون عمل فاكسان ويقولك أنا عمل فاكسان. رفقتي وبعدين كاليفورنيا فيها like population تبعها أكتر من عدد سكان كندا. معلوم. Like عن جد like بكندا في أقل عالم من ولاية واحدة هون، ف مضطرين. إيه كمان. I love LA. Me too. أنت راح تاخد أستاذ جهاد؟ أنا بس الحقيقة هلا فيها تشيلة ريتا إذا بدها هيدي. بس عن جد بس لقيت انه دكتور من بلدتنا وبنعرفه، هو يعني بدنا نشجعه صار عندي ثقه، صار عندي ثقه اكثر، ممكن كثير اخذها اكيد ان شاء الله يا اخي. والله هذا الفيروس كرسح العالم، شل الدنيا. صحيح. تعرف ذكر الناس انه هن منون الله. Very simple. صحيح. كنا عايشين مفكرين انه like انا قادرة اعمل كل شيء وفي اوصل للمحل اللي بدي اياه، وفيني انا اوصل اعمل اللي بدي، وناسين انه الله is still in control، لنقدر نرجع لإله ونبطل نعيش انه انا كأنه انا الإله، نرجع نتواضع ونرجع نصلي ونرجع نحن. صحيح. اليوم انا بالصدفة دايما بستوحي من كلامك، بالصدفة كنت عم بشتري شيء قدام السوبر ماركت، مش لأن ما فينا نفوت لجوا، في مرة هونيك فت معها بحديث عن سيارة، قلت لها ليش صاير هيك؟ قالت لي لأنه صرنا صدوم وعمورة. الله عم ينتقم منا يعني. لا ما عم ينتقم. الرب طويل الأنات كثير الرحمة. هيك قالت لي مش من عندي يا أخي. بالعكس لخلاص نفسنا الله عم يعمل هيدا الشيء. يعني إذا بيتركنا لحالنا ومثل ما كنا عايشين، ويمكن نرجع إذا بدك، بس في إشياء بتتغير فينا، منكون عم نبعد عنه أكتر، ونحن هدفنا مش هون وطننا. تجربة بتخلي الإنسان yeah. تجربة بتخلي الإنسان يهدى. أنا برأيي في ناس قالوا شيء هيك بيشبه بدي أقوله، انه في ايجابيه كبيره لهذا اللي صار. في الايجابيه مثلا انا بالنسبه على الصعيد الشخصي عم بحكيك، اكيد انا المصاري خسرت مصاري كثير، خسرت شغل كثير مثل غيري يعني، وما بزعل كثير لانه متساوي بهالشيء مع اغلبيه الناس
بلبنان على القليلة، بس لقيت انه في شيء ايجابي انه عم ببقى انا مدامتي بتشتغل كمان، انا ومدامتي وحماتي عم نبقى اغلبية الوقت، مش الاغلبية كل الوقت، عم نبقى بالبيت مع البيبي الصغيرة. يعني عم بتخيل انه انا مثلا انا عم بشتغل واحيانا بيجي بعد نص ليل على البيت وفل الساعة 5 الصبح، لانه احيانا يعني ضرورات التصوير هيك بتقتضي، ومدامتي عم تروح على الشغل وبترجع الساعة 4 5، كانت البنت رح تبقى شبه يتيمة يعني لوحدها. بقى هلا احنا ثلاثتنا عم نتقاتل على مين بده يغنج، مين بده يحملها، مين بده يتعبيها، مين بده يقيمها. يعني في ايجابيه كبيره لعلى قليل للبنت. صحيح. وطبعا لقلنا لانه احنا كثير مبسوطين انه قاعدين حد بقى تفرح منها، تفرح منها يا رب. شر هالقد شر في اكيد خير. طبعا بتعرف هون بيعملوا كثير ديليفريز، ف بيبعثوا لك بوكس تنعتبر بامازون او whatever، ومرات بيكون يمكن البوكس مضروب من شي محل، بس هيدا ما بيعني انه اذا البوكس مش حلو او مش نظيف او whatever ما بفوت you know بفتحه وبشيله. ايه فيمكن الكورونا او الكوفيد عم نشوفها انه هي منا من برا الغلاف كتير بشع، واكيد في كتير ناس عم بموتوا والله يرحم كل اللي عم بموتوا، بس من جوا فينا ناخد شي كتير حلو منه. فما لازم عطونا نطلع على البوكس كيف شكله اذا مخبط حلو. هلا في ناس قالوا كمان حكوا عن البيئه، النظافه، البيئه، ما عاد في المصانع عم تشتغل كتير، التلوث خف، صارت ايش بدي اقول لك، السيارات ما عاد بتروح وبيجوا كتير، يعني كل هالاشياء ساعدت انه البيئه عن جديد ترجع تخلق من جديد من دون ما تنزع التلوث الموجود. صحيح. I agree. أستاذ نزيه، بالبيت بتفضل أو بالحياة بتفضل البسينات ولا الكريم؟ أوه سؤال حلو، حبيتك حبيتك على السؤال. لا لا أكيد بحب البسينات كتير 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 قد ما بدك. أنا كنت قلها لبنتي لمرتي قلها بنتي بتشبه البسينة أو بحبها قد البسينة، قلت لي كتر خير الله إذا بتحبها قد البسينة بتحبها كتير. عجب كثير. انا وصغير كنت ربي بسينات، كان عندي بالبيت شي 4-5 بسينات مع بعضهم، وامي دائما ضدي بس ما بتقول لانه بتخاف انه يوسخوا بالبيت عندي وصغار، وما تخليني ربي بسهوله. يعني اخر شيء صارت هي تحبهم، لانه يعني انا صرت تربيهم وحبهم وهيك واهتم فيهم، صرت اهتم فيهم كمان. تفاجأت في مره، احد المرات نايم نايم بالتخت، وقمت اجت امي علي الساعة 7-8-9-10 بأي ساعة، انه قوم عيت لي من برا، قوم بدنا نقبع التخت. عشو نقبع التخت يعني؟ يعني نغير الشراكة بس ونقبع التخت، نقبع. بقى انا نايم وقام جايت علي بهالمكنسي بس بالقفل تمسكها من هنا وقعد اضربني، وقعدت تفاجأ بتشيل عني هيك الحياة، بتفاجأ بسيني نامي على رقبتي هون وهي عم تضربني، مش انه بدها تقتلني يعني مرة يعني، لا انه تخويف. صارت لبسيني تعمل هيك تشب عليا، صارت تضحك شو عم تدافع عنك لبسيني، انه اجمالا الكلب بيدافع عن صاحبه مش لبسيني. صارت لبسيني عم تركتني نام بعد شي ساعة. بتعرف انه لبسيني قديش الا قيمة حنوني. I love it. هلا انا ليك لحد هلا بحب ربي بسينات، بس بما انه بيتي مش طبق ارضي، انا ضد حدا يربي حيوان ببيته اذا مش قادر الحيوان يطلع لبرا ويرجع يفوت. صحيح. لانه نوع من الاسف، ما كان لو كان الكلب هذا بسموه هذا بيلوش اللي بيعيش بس بالجوا، لو كان هيك انا مع انه هو يظهر لوحده على الجنينه ويرجع يفوت لجوا. هيك كل الوقت عايش هو بقلب البيت، انا ضد. ولو كان انه انا نحن نطلع من كسر ونرجع من فوت، انا اذا ما هو قادر يطلع لبرا ويرجع يفوت ضد انه يتربى بالبيت حيوان.
كان بسينة وكان كلب وإن كان فارة. حتى عصفور أنا جبت عصفورين ديك مرة، مرتي هدتني إياهن على عيد الحب. عشان أيوة عادوا عندي سنة، رجعت آخر بعد سنة بعثتهم على الضيعة عند أختي تحبهم، ما بتحمل إنه حيوان قاعد بالبيت مش قادر يتحرر. صحيح، خلي عنده الحرية هو يرجع لعندك. من أي ضيعة حضرتك؟ من رحبي، من عكار. أوه بلدي جميلة، تعرفها؟ طبعا، حد رماح وشدرة تقريبا. إيه يعني بالقضاء مش قرابة كثير عن بعضهم، بس انهم تقريبا قابي باليوم يعني. ايه بالمنطقة، هاي المنطقة بس. اي سو السؤال الثاني هو شو هدفك بالحياة؟ شو هذا؟ شو هدفك بالحياة؟ هدفي؟ ايش؟ صعبتي علي كثير. هدفي بالحياة انه احيا الحياة بكل بهجتها، بكل راحة، بكل الكرم اللي الله عطانا إياه وهبنا إياه بهالحياة، بكل متعتها إذا بدنا نختصر، لله وهبنا إياها نعيشها. هذا الهدف. بالنهاية كلنا راح نزول من هذه الحياة، بس حتى نستحق لهالحياة اللي الله بعتنا عليها، إنه فعلاً كل لحظة وكل دقيقة نقدر نستمتع بخيراتها اللي متوفرة بشكل ما بيحد الخيال. يعني من هاللحظات الحلوة هي هلأ لقائنا معكم، نعمل اللقاء نحن مستمتعين، نحن وفرحانين لأنه هذا شيء حلو. yeah. الله خلقه، الله حضره، هذا بتصور هدف بالحياة. إذا كان هذا هدف، هدف الحياة إنه نحياها مثل ما هي، حلو، قد ما فيها خير. I love it. حتى نشوف إذا أنا فهم السؤال مزبوط. لا 100%. هدف بالحياة. That was exactly it. أنا personally. مش خلينا نسوي، فيك تشيليها بالمونتاج. لا لا، انا فيك. انا I actually wrote it على هذا كتبتها قدامي. One day I'll tell the world about my love. لحيج نهاية رح خبر العالم كله عن الله او عن حبي اللي هو الله، وهذا النهار ببلش اليوم والخيار خياري. ف انت فيلسوف مش استاذنا. انت شو هدفك بالحياة؟ أنا هدفي شوف أحبابي بخير ومبسوطين وضل لحدهم. حلو القلب، اعتبرنا أحبابك. الله يخليك، شو لك كان مشرفنا. أقول لك I think الهدف الأكبر إنه تصير قديسين. تخيل إنك تنغرم بالله قد ما القديسين انغرموا فيه، لحد تنغرم بالله لحد القداسة. That's the dream. بمجرد ما يكون ربنا بقلبك كريتا، وتلاقي ناس بتحبيهم بحاجة لإلك وتخدميهم بمحبة، هذا هو هدف، هذا هو الإيمان أكثر من الكلام. إيمان فعلا. بتصور إحنا كنا متفقين على بيت واحد، هدف واحد، إنه إذا انغرمتي بالحياة، يعني أوتوماتيكمان يعني انغرمتي بالله. يعني كلنا عم نعبر على نفس الشيء ولكن كل واحد بأسلوب معين. انغرمي بالحياة الموجودة تنغرمي بالله، كأنك انغرمتي فيه، لأنه هذا الله حطانا الحياة حتى نحن ننغرم فيها، وبالتالي انغرمنا بإنتاجه. يعني فيه عطول. alright. هي نزيه، شو كانت أكثر تجربة حزينة بحياتك؟ طبعاً شو بدي أقول لك، أكثر تجربة حزينة يعني مثل كل الناس I think
بيحزنوا وقت بيفقدوا ناس بيحبوه. وأكثر شيء بيعبر عن هيدا هو الأهل، الأم والبي. أنا فقدت أمي وبي، فرق بيناتهم شيء 4 سنين، حدا سبق الثاني. بس دايماً الأم بتترك، مع أنه أنا بحب بي كثير كثير فوق الطبيعة ودايماً بحكي عنه، لأنه بي جاهد، خلى نحن 13 ولد، 13 أي وأخوة. إيه والله. إحنا غطينا عليهم. وبي كان مزارع، وبي شو بدي أقول لك، عيشنا مثلنا مثل كل الناس، مش بغنى ولا ببحبوحة، مثلنا مثل كل أهل الضيعة بوقتها، ولكن عيشنا بكرامة ومحبة، وكل الناس بيحكوا عننا نحن قديش ضامنين ومتكافلين. طبعاً هذا الشيء بتشاركه أمي، بس عم بحكي عن الشق الاقتصادي. أنا أنه قدر يربي عائلة من 13 شخص بظروف اقتصادية صعبة، على مش علي بس، على كل أهل الضيعة، يمكن على كل أهل لبنان هذيك الفترة. بقى مشان هيك أنا بفتخر فيه وبرفع راسي أنه عندي هيك باي. ولكن عاطفياً، وأمي أكيد عانت معه كتير بالشغل، يعني تشاركوا كمان بالشغل، أمي ما تهدى. أمي كانت تخبز، معلش حنفوت في التفاصيل، تخبز تقريباً 120 رغيف كل مرة، لأنه نحن كتار، وهي وعم تخبز يروح من قدامها شيء 20 رغيف. يعني حتى تشتغل بالحقلة، 100 شغلة كانت تشتغل أمي مع بي. وضل عندها مساحة كبيرة لتعطينا من عاطفتها، ضل عندها وقت. مشان هيك تأثرت أكثر شيء بفقدان أمي كثير، مش شوي. الله يرحمهم ويعزيك. تسلم. أكيد ما في أصعب من الموت. من زمان يعني، ولكن أنا برأيي الحزن أو الذكرى بتضل بقلب الإنسان، ومش ضروري تكون حزينة. الذكرى تتحول لفرح مع الوقت، انه انا قطعوا بحياتي هودي الاحباب. صحيح. الله يرحمه. هذا سؤال، نطلب منك تغني لنا غنيه بتعبر عنك او بتقول شو؟ غنيه. انا ايه، او قلنا اي غنيه يعني. عيني فارد ميلي لون ابيض ومنقى، تلحقني بتحب علي بتضل بقلا طقه، كل ما برجع من مدرستي بتلاقيني وحديها قوي بتبقى. برافو. بمشوار انا وهي بالحقلي. انا غنيت لك عيني فارد ميلي. غنيت لك قلت لي لا. بيرفكت. اي لاف ات. انا مالف غنيه لبنتي. تمام. ايه بس هالقد لي. وينك؟ طويله. سمعنا مقطع. طيب هقول لك اول شيء. يلا، كانوا من زمان يقولوا لينيموا البنت، يقولوا يلا تنام يلا تنام، لا تبحلك طير الحمام، روحي يا حمام لا تسدي، بضحك على أدورة تتنام. هلا أدورة بعلمك نامت، غمض عين دغري فائت، فائت فجأة عم تبكي ومن هالحالي عم تشكي، عم تشكي لك من الجوع، وإنك ترتاحك ممنوع، ممنوع تغمض عينك وبتنادي بابا وينك، وينك تاعة طعميني، حضر لي هالأنيني، 120 ما بيكفوا، شو هالبخل أخ كتفو، اوعى تفكر بالتاتين ولا حتى تزيد 30، بدي 240 وكل 200 بزيد 90، 90 ورا 90،
داخلك يا رب تعين، عينو دخلك عاهمة، خوفو تطلع على أمه، أمه بتحب السوشي وما بترضى بالمنقوشي، وهي بدها نوفالاك، لك هالوضع دخلك لك، بكرة جاي السيري لك، هيدي العيشي صارت بلاك. هيدا أول أصل. I love it. It's so amazing. الله يخلي لك هي وتفرح منها يا رب. حلو لالا. So cute. لا لازم تسجلها بس. لازم تسجلها لالا. لازم تسجلها حلو. انت انت وأدورا. عن جد لا نتصورها انت وأدورا. It's so be cute. منيحة. Alright. آخر سؤال بهالفقرة بيقول زحل. وحدي بلا لحم. Thank you. هذه بونس تطلع. آخر سؤال بهالفقرة خي نزيه بيقول إذا حدا كتب قصة حياتك شو برأيك بيقول؟ شو بيكتب؟ فاشل. أبدا. شو بيقول؟ متصور إذا بدي يقول بدي يقول هذا الزلمي مكافح. مكافح كافح حاول حالف الحظ أحيانا ما حالف أحيانا بس إنه الشعار الأكبر إنه مكافح ويقول عنده عائلة عائلة كبيرة الأساسية أهله وأخواته يعني أمه وبيه عائلة كتير محبة عائلة متضامنة إذا بده يكتب قصة حياتي يعني جاهد كافح اشتغل حلف الحظ أنه جوز بنت حلوة كتير ذكية محبة يفتخر فيها وخلف بنوت بيحبها كتير وهلأ اكتشفت شغلي أنه اللي بيقولوا البي أو البنت حصة البي أو البنت تنغرم ببي بتحب بي اتضح لي هلأ أنه ليش هي بتصير تحب بي لأنه سبق البي وانغرم فيها قبل هلأ عن جد بحس مغروم حب يعني في حب لهالبيبي طلع فيها هيك وهي بتطلع فيها هيك مثل اثنين بيحبوا بعضهم مش إما بتقول يوه مغرومين بعضكم مبين بتطلع فيها ايه لا في اشياء حياتي وفوق الطبيعة في نزلات كتير في محلات كنا متضايق بس العنوان الأساسي انه لا تعتبر حياة حلوة وراضي عنها بمجملها في محلات مش راضي ما بعرف بتذكرهم يعني مش راضي عنها بمجملها راضي عنها وبحبها كتير وخاصة فترة الطفولة كنت مع انه ما كنا عايشين بالبحبوحة والغنى بس حلوة وحتى فترة الشباب يمكن انا كان ناقصني شوية فترة الشباب حظ اكثر او بحبوحة اكثر ولكن مثل ما قطعت هالفترة هيدي مقتنع فيها ومبسوط فيها هالفقرة أستاذ نزيه بتحكي أو بنهتم فيها بالقراءة لأن إحنا بعالمنا العربي وبلبنان خاصة ما في عنا هال إذا بدك هالتراث فحبينا إنه نعمل فقرة بتحكي فيها كل حلقة عن كتاب معين تختاروا ليبدأ. Okay, so اليوم كتابنا اسمه Strategies for Success in Musical Theater. A guide for music directors in schools, colleges, and community colleges. اللي هو استراتيجيات النجاح. هذا كله الاسم. Okay. So بالعربي استراتيجيات النجاح بالمسرح الموسيقي اللي هو دليل لكيف أو guide يعني كيف المدارس أو الجامعات أو المجتمعات فيهم اللي يعملوا مسرح موسيقي ناجح أو مسرح ناجح بالمطلع يعني. So هذا الكتاب بيعطينا مثل ما مكتوب بالاسم بيعطينا strategies
لكيف بنعمل هيدا المسرح ويكون مسرح ناجح عن جد، مش بس انه طلعنا وقفنا على المسرح. ومن الاشياء اللي بيقولك بكل تشابتر بيقسم وقت تحضير للمسرحية على السنة تقريبا، بيقول انه ببلش قبل العرض او قبل اول عرض بنبلش نشتغل على المسرحية قبل بسنة او 9 اشهر تقريبا من ابتداء المسرحية. ومن كمل في عندك شيء تقوله استاذ نزيه؟ بدي اقول حتى بس حتى تكون واضحة هالنقطة، السنة تشمل كتابة النص؟ لا، اما بعد ما خلص النص؟ بعد ما خلص النص. اوكي كمل. سو لانه هو بنرجع بالبارت الثاني بيحكي عن تنقيه النصوص وكيف ببلشوا هون ينقوا. وسؤال من الاسئله او كذا سؤال من الاشياء اللي بيطرحها على اللي بده يعمل مسرح انه ليه وكيف بدنا، ليش عم تعمل المسرح الموسيقي وكيف بدك تعمله، وشو هو الهدف اللي انت بدك توصل له من انك تعمل هيدا المسرحيه. ولازم كمان نعرف شو هي الرسالة أو الشيء المفيد اللي بتقدمه هيدي المسرحية للمجتمع أو للمدرسة أو لشركة الإنتاج اللي عم تعمل هيدا العمل. So هون بدي أحب أسألك إنه شو بيقدم المجتمع المسرح للمجتمع؟ يعني أنت صار لك سنين عم تشتغل بهذا الدومين وعم تشتغل على خشبة المسرح والناس استفادوا من وجودك هونيك، بس انت برأيك شو بيقدم المسرح على المجتمع؟ مسرح بشكل عام ولا المسرح الغنائي او مسرح ميوزيكال؟ Let's go with musical بما ان الكتاب عن الميوزيكالز. هلا هنحكي المسرح بشكل عام والميوزيكال بعدين بنقول شو بيضيف. بداية بدي اقولك انه انا كيف ثاقبت، يعني أنا الماستر تبعولي كان عن الممثل في المسرح الغنائي. هذا كانت الموضوع تبعولي، الممثل في المسرح الغنائي كيف بيختلف الممثل أدائه بمسرح تقليدي عن أدائه بالمسرح الغنائي، هل هناك من فروقات؟ وعدة أسئلة طرحتها على لعب الممثل هون وهونيك، شو بيواجه صعوبات هون تختلف عن هيديك إلى ما هون. لذلك هذا الكتاب اللي نقيته جميل جدا، حلو نتناقش فيه وناخذ رأيكم أنتم كمان بالموضوع. فبداية أنا بقول المسرح أول من وجد بشكل عام وجد ليقدم، هلا هني بيخبرونا بالتاريخ نوجد ليخبر بالبدايات، عم بحكيكي عن الآلهة كأنه هو الجريدة اليومية أو الشهرية أو الجمعية. يعني ما كان في تلفزيون، ما كان في جريدة مكتوبة، ما كان في كذا، كانوا يخبروا عن الأحداث شو صاير بالبلد، شو صاير إن كان حروب إن كان شيء سياسي من خلال مسرحية أو من خلال حدا بيطلع بيخبي. هذا هيك وجد الأساس. بس ليش الإنسان أنا برأيي بيقصد يروح على المسرح؟ أول شغله بيقصد أنا بترك بيتي لروح حضر مسرحية. بنسأل هذا الحال السؤال، الجواب بيكون مش لرايح يتسقف ولا رايح ياخد معلومات، عم بحكيك هلا حاليا، الهدف الأساسي أنه رايح يستمتع، رايح ينبسط، رايح يفرح. وبقدر من هالمسرحية بتقدم له الكثير من الفرجة والمتعة والأشياء البصرية اللي بيقدر يشوفها وسمع لنا، بقدر ما بتقدم له كل هالشيء بدغدغ له حواسه، بقدر ما أنه بيكون الهدف اللي رايح عليه المشاهد حصل عليه. هذا إذا بدي أقول لك الطعم اللي بيخلي المشاهد أو الجمهور يروح على المسرح، هذا أنا رأيي بالموضوع، هذا الطعم. وبدون طعم عبثا يبني البناء.
عم بحكيكي بالمسرح بقى مع هالطعم هيدا شو بدك تقدمي له؟ بدك تقدمي له الفكر تبعولك انت كأنت كصاحبة المسرحية صاحبة العمل كفكر تبعولك ك بماذا تؤمنين؟ لأنه في 100 نوع من المسرح، كل مسرح بيحمل قضية أو بيحمل توجه، إن كان في مسرح ديني، في مسرح سياسي، في مسرح غنائي قلتيها لا، وكمان الغنائي يدخل من ضمن الفرجة، من ضمن المتعة الغناء، بس من تحته في القضية اللي بيحملها. ديجا حكينا شوي وقت حكينا على المسرح الطفل، نحن بنقدم له شيء يستمتع فيه، ولكن بنمرق له المساج من خلال هاي الطريقة هاي. بقى بالدرجة الأولى المسرح لازم ضروري ضروري جدا يقدم المتعة بالدرجة الأولى للجمهور، وإلا ما بقى يعني حدا. ومش مزبوط إنه المسرح الأكاديمي هو المسرح المهم، لا، المسرح المهم هو اللي بيوصل الأفكار بطريقة سلسة وممتعة للجمهور. يعني بالدرجة الأولى هو الأسلوب، الطريقة، المتعة، والدرجة الثانية هي القضية اللي عم يحملها هيدا المسرح. طيب ما فينا نحكي يمكن عن المسرح الغنائي بلا ما نذكر برودواي والإشياء اللي عم تطلع من هنيك. في مسرحية هلا اسمها هاملتون، صار لها فترة ما بعرف إذا سمعت فيها، بس هيدي المسرحية بيروحوا on tour sometimes، هي ببرودواي وربحت كتير توني أوردز، بس أول ما جابوها على لوس أنجلوس فيك تقول هي مسرحية غنائية 3 ساعات وشوي بعتقد، يعني طولها it's very long. بعد في جمهور بيتحمل 3 ساعات ونص لو كانت المسرحية حلوة؟ بدي اقول لك انه اول ما وصلت على لوس انجلوس، يعني اعتبر قعدت هون 3 اشهر، اول نهار وصلت فيه انباعوا كل 3 اشهر، اول ما فتحوا التيكت انباعوا كل التيكت على لكل الوقت لكل العروضات، والتيكت اقل وحده منهم كانت $300 على وهذا like it's a pretty expensive. يعني ده بيسيع المسرح a lot of people يعني ما بعرف كثير كبار، بس خليني شوي صغيرة على هذا الشيء قبل ما تروح الفكرة من راسي. بلبنان اجى المسرح مع مارون النقاش، بتصور بأوائل القرن 19 القرن 20، يعني نحن المسرح هو دخيل على الثقافة اللبنانية وبشكل عام دخيل على الثقافة العربية. المسرح هو صناعة غربية، لذلك المسرح إن كان بأمريكا وإن كان بإنجلترا، أنا كنت بإنجلترا، هو من شغف الناس هونيك، بيحبوا يروحوا يحضروا مسرح أكثر ما بيحبوا مثلا يحضروا السينما، أكثر ما بيحبوا يروحوا على المطاعم. نحن بلبنان أكيد إذا خيروا اللبناني بين مسرحية وبين مطعم، عم بحكيك بشكل عام، أكيد في ناس بيحبوا كثير المسرح، بس أكيد بيفضل يروح ياخد أرجيلة وفقي بزر ما أنه يروح يحضر مسرحية. حسب المجتمع. Which is actually حسب المجتمع. Sorry. فضل. إيه حسب ال إيه بقى بقول إنه يمكن بأمريكا قادرين يتحملوا 3 ساعات ونص لأنه هيدي من ثقافتهم ويحضروا مسرح، بس مش هيدي السبب الوحيد. السبب الأساسي وإنه المسرحية بدها تكون هالقد حلوة، هالقد فيها تقنيات، هالقد ممتعة للعالم تروح تحضرها، مش لتروح تشوف إنه شو بده يوعظهم الممثل أو المخرج أو الكاتب شو كاتب لهم حتى يقول أوه يا عمي شو عنده أفكار. لا، مش هذا هدفه، هدف يروح يستمتعوا. هذا قصدي أنا، بجذب هالقد عالم بهالقد تكلفة 100%. ليك هيدي المسرحية هلأ بس بنيويورك عملت $649 مليون من وقت ما بلشت لهلا، ورجعت أخدتها ديزني وحطتها على ديزني بلس اللي هي مثل نتفليكس بس لديزني، وانحضرت like ما فيها خبرك يعني قدي engaging هيدا بعدها ماشي
بعدها ماشي، ما بعرف هلا بوقت الكورونا ما أنا ماشي، بعتقد موقفين بنصور بس ايه بعدها ماشي. و احنا عندنا تجارب شبيهه بالرحاب دي، يعني السيد فيروز هلا انا بوصل لك العصر الذهبي يعني بلبنان. so اللي كنت انت هلا عم بتقوله انه بفضلوا لا او هيديك لايك المطعم على عن مسرح المسرح، هي جايه من فكره حتى كمان بالكتاب حكينا انه الناس صار بمحل ما لانه معودين على المسارح بالضيعه تنقول يكونوا ما يكون تقنيه كثير عاليه، ما يكون شيء كثير كثير واو يعني، فبقولوا اوه ما ليش بدي ادفع هالقد اروح وشي بزهق او شو معه حق. exactly. فالهدف الكتاب عم بيقوله انه بدنا نغير هيدا، تقدر تعمل مسرح ناجح لازم تقدر توصل لمحل تغير هيدا النظرة. فرجعنا على الكتاب. جهاد كنت عم تقول شيء عن الرحابني كمان. عم بقول ان احنا بلبنان عندنا تجارب قويه مع مسرح الرحباني، كان مثل البرودواي العصر الذهبي للمسرح بلبنان. ليه انا فيني احكي بهالمجال؟ لانه انا صار لي شو بدي اقول لك، مش هيك قلت لك انا محظوظ وقت اللي بده يكتب كتاب عنك، محظوظ بحياتي انه انا من ضمن الحظ اللي حظيت فيه اللي صار لي انه اشتغلت تقريبا 10 مسرحيات مع الرحباني. رحباني يعني منصور الرحباني، لانه كان لسه توفى الكبير عاصي مثل الرحباني، واشتغلت مع اولاده مروان وغدي واسامه تقريبا شي 10 مسرحيات، وفي بعض منهم كان دور اساسي جدا بالعمل. بقى عم اقول لك، وكان وفي مسرحيات تنعرض 11 شهر متواصل وفول وسبت احد ماتيني، يعني سبت ماتيني وعش وفي سواري طبعا، واحد ماتيني وفي سواري، وكان احيانا بنص الجمعه حدا بيضمن المسرحيه يجي نعمل له عرض خاص له، يعني طبعا بيكون جايب ناس مش شخص يعني. بقى رغم انه كان في مثل ما قلت انت هلا عن عصر الذهبي للاخوين رحباني، مهرجانات بعلبه، فخر الدين وكثير صبوحه كمان وكلهم يعني ايه، وكثير مسرحيات مهمه بعدها هلا بذاكره المجتمع اللبناني ككل. ودائما بس تحكي عن المسرح الغنائي ما بتقول الا الاخوين رحباني، حتى على الصعيد العربي مش بس بلبنان. يعني نحن انا صار لي كمان هذا الشانس انه انا كنا عم نشتغل مع بيت الرحباني بمسرحيته. الدول العربيه وقت بدهم يعملوا شيء كبير، بدهم يعملوا شيء ضخم على صعيد دولي مش على صعيد افراد او جمعيات او مؤسسات، على صعيد دولي، ما كان ينتقوا الا المسرح الرحباني الغنائي يروح لعنده. طبعا نحن قطعنا بعصر ذهبي بالسابق بالستينات والسبعينات، اوائل السبعينات طبعا مش بعد 75، كان العصر الجحيمي هذاك قطعنا فيه، واواخر الخمسينات. بس كمان مع منصور رحباني وولاده قطعنا، رجعنا عدنا شيء من هذا العصر الذهبي مع بداية التسعينات، مع إذا بدك صيف 840 أنا ما كنت مشارك فيها طبعا، كان مع غسان صليبة وهدى صيف 840، رجعنا قعدناها السيارة أنا كنت فيها كمان بعدين بعد 2000 ما بتذكر السنة هلا بالضبط عدوها. طبعا المسرح الغنائي إذا كان مشغول بشكل جيد، عم بحكي مشغول كيف؟ مشغول نص، مشغول ألحان، مشغول أغاني، مشغول كل الوسائل، الفرجة إن كان الديكور، إن كان الملابس، إن كان الأكسسوارات، كل إذا كان هون متونين ومحطوطين بمحلهم، مش إنه بس إنه يبقى نحط مصاري، محطوطين بمحلهم، طبعا سيكون عامل أساسي بجذب الجمهور وعودته مجددا للمسرح. يعني حتى قطع مسرح الرحبان بمحلات كان الجمهور خفيف، بس هلا اذا بنرجع مثل ما عم بتقول
ستريتا انه اذا بنشتغل على المسرح بشكل بنعمله تقنيات جديده بنرجع نطلع من التقاليد تبعوله نعمله شيء جديد حتى نقول للجمهور تعوا في شيء مهم تشوفوه بهالمسرح ساعتها بيرجع بيسترجع المسرح مكانته صحيح. بدنا نعمل شيء ما نعتيد حتى بس حتى ان هي بنيانس صغيره لا شك انه كان يقطع مسرح بلبنان الى جانب المسرح الغنائي مسرح جيد جدا ومشغول اخراجيا ونص وكتاب واللي بدك وتمثيل اهم شيء التمثيل كان يقطع ولكن ما كان يستقطب الجمهور العريض اللي كان يستقطبه المسرح الغنائي ليش؟ لأنه كان ينقص العنصر الأساسي مش عم بحكي عن الكل عن بعض منه العنصر الأساسي اللي الأساسي بنجاح المسرح اللي هو عنصر المتعة الفرجة وما إلى هنالك إلى جانب تقنيات الباقي هي 100% like بعتقد المسرح الرحبان اللي كنت عم بحكي عنه كمان في عظمه بال كلها like overall بتحس انه في شيء فخم عم تفوت تحضره يعني ان كان المحل او السينز او الديتيلز اللي انت عم تحكي عنهم كله هودا ناس يمكن ما بتنتبه انه هالقد مهمين بس كله بخلي الشيء يصير اعظم بكثير فذاتس يمكن له علاقة بالسخاء بالسخاء yeah. مش عم بحكي بالسخاء بس انه نكب مصاري السخاء انه ما نبخل اذا في شغلتين خيار بين شغلتين وحدة جيدة جدا وحدة اقل جودة ما نبخل انه ننقي الجيدة جدا هني ما بيبخلوا بهالنقطة هيدي بنقوا الجيد جدا كان بالعصر اخوان الرحباني وان كان بعصر منصور ومن ثم بعده اولاده انا بقدر احكي بضميري مرتاح اكيد نشكر الله عليهم ضميري مرتاح انه شفت بشوف العين ما بيساوموا ولا على شيء يعني بنقوا افضل ممثل عن الممثلين عندهم مين بلبنان بيكون افضل ممثل ما بيقول لا بنجيب هيك اوفر بنقوا افضل ممثل لهالدور هيدا انتبه بيقول بدنا نجيب هذا الممثل عم بحكي الممثل أفضل فرقة رقص بيشتغلوا عليها أفضل مصمم رقص أفضل مصمم تياب أفضل ديكوراتور كانوا يجيبوا أنا بتذكر جيبوا من إنجلترا وقت اللي عملوا وقامة في اليوم الثالث ورجعوا تعملوا معهم جيبوا مصمم الأزياء والديكور جيبوه من برا مطبخ الأكسسوارات لذلك الجيد بده يكون جيد بكل شيء يكون متميز I love it 100% I agree So this brings us على آخر حلقتنا Thank you so much سيد نزيه اللي أنا كنت معنا اليوم ما بعرف إذا بتحب تقول الجملة أخيرة للي عم يتسمعوا علينا أو اللي عم يحضرونا وإذا فيك تعطينا كمان السوشيال ميديا تبعك أول شغلة هي من القلب مش مجاملة ريتا وجهاد طبعا مع حفظ الألقاب أنتوا أساتذتي أنا كثير ولو أنه أول مرة أنا جهاد التقينا قبل وريتا التقينا عبر الواتساب ولكن عن جد الجلسة معكم ممتعة أكثر من ساعتين يمكن على المونتاج بينه أقل معلش خليني أعرف لكم أنه كانوا ممتعين قطعوا سريعين ممتعين أنا كثير انبسطت بالحديث معكم إذا بدي أقول شيء للناس هلا لأنه الوضع وضع كورونا وضع استثنائي بالعالم كله مش بس بلبنان الإيمان ما نقطع الأمل
بالحياة ولا بالله. إيماننا كبير لازم يكون، وهذه المرحلة أكيد رح تنتهي طبعا، رح تخلص، رح نتذكرها ونقول إنه قطعت أيام بشعة، بس رغم بشاعتها فيها أشياء حلوة يحكينا عنه. أنه بهالأيام هاودي أنا بدي وجه رسالتي أنه انتبهوا شوي، انتبهوا كتير على سبل الوقاية، وتأكدوا أنه الله معنا وما رح يفرط فينا دايما. شكرا للشهادة الحلوة أستاذ نزيه، وهذا فخر لنا، وشكرا لوجودك معنا. والسوشيال ميديا، اذا الناس بدهم يلاقوك على السوشيال ميديا وين بلاقوك؟ لاقوني هون بالضيعة. انا عندي فيسبوك نزيه يوسف، عندي انستغرام بس مش مفعل، ما كثير بطلع عليها. هذا هو فيسبوك اكثر شيء يمكن. Beautiful. وعندك هلا صرت عندك انا. Yes, absolutely. All right, so جهاد كمان وين بيلاقوك على السوشيال ميديا؟ عندنا الفيسبوك جهاد سيئلي بالاي، وانستغرام كمان جهاد سيئلي بالاي. Beautiful. وإذا حابين تتواصلوا معي أكيد you guys know إنه فيكم تلاقوني على at the word with Rita الكلمة مع Rita على فيسبوك، على انستغرام وعلى تويتر. If you want to connect with me على youtube.com/RitaSayali فيكم تحضروا هيدي الحلقة على اليوتيوب. إذا ما نكون إذا عم تسمعوا علينا فيكم تحضروها على اليوتيوب، وإذا عم تحضروها على اليوتيوب فيكم تتسمعوا على هاي الحلقة وبقية الحلقات على جوجل بودكاست، أبل بودكاست، سبوتيفاي، إنكر، أنغامي وبوديو بعتقد هلأ كمان، وعلى كل هودي تحت اسم at from LA to Beirut. Again, thank you guys so much for listening. Thank you, Anna, Tama, Lena. Thank you, Nazih and Jihad, for being here today.